ازيكم يا جماعه؟ معاكم صالح. صاحب الفيديو النهارده بيتكلم عن فيديوهات. بتتكلم عن ايه؟ يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. تمام. فيديوهات بتتكلم عن اكتر حاجتين انا صرفي عليهم فلوسي كلها، وهي الهدوم وحاجات المطبخ. تمام. الهدوم شامله ان انا ازاي البس ده على ده، وازاي اختار الهدوم اللي انا بحبها من اماكن تكون رخيصه، عشان اهم حاجه عندي في الفيديوهات ان انا ازاي اوفر فلوس واجيب اللي انا عايزاه برضو. وحاجات المطبخ كذلك، ازاي اجيب الحاجات اللي انا عايزاها واغير ديكور مطبخي يبقى شكله حلو في نفس الوقت اوفر فلوس، لان اهم حاجه عندي التوفير. انا عايزه اوفر علشان اجيب حاجات اكتر، اوفر يعني احس ان انا بعمل حاجه صح، مش هجيب حاجات غاليه وهي اصلا في اماكن تانيه بنفس الحاجه بتبقى رخيصه. تمام. فلو انت زيي وبتحب الحاجات دي، يلا بسرعه اشتركي في القناه ودوسي على زرار الجرس علشان يوصلك اي جديد انا بعمله، اي فيديوهات جديده هتوصلك، وتتابعيني ونقترح على بعض الاسئله وتستفادي. بس كده. هو المفروض ان الفيديو ده يكون اتعمل قبل، يعني المفروض يكون يتعمل اول فيديو، بس انا ما عملتهوش للاسف، فكنت لازم اعمله دلوقتي عشان اعرفكم بيا واعرفكم انا فيديوهاتي بتتكلم عن ايه بالظبط، عن الهوايات بتاعتي. زي ما انا قلت لكم، الهدوم والمطبخ. اغلبيه الفيديوهات بتاعتي هتتكلم عن الهدوم والمطبخ، وازاي اجيبها بسعر كويس وازاي احطها. تمام. انا قلت بقى ايه بالمره، انا كنت جايبه الحاجات دي تمام وما عملتش عليها ريفيو، لان برضو بعمل ريفيوهات على اي حاجه انا بشتريها، يعني انا مش بشتريها وخلاص، لا انا بعمل لازم اعمل ريفيو عليها حلوه او وحشه. تمام. دي انا جربتها وهي حلوه قوي، بتعمل الاشكال، ساعات بستخدمها في البسكوت. هي من هنا كانها زي سيليكون كده، هي بصي يعني ايه، هي طريه مش جامده، بس هي كويسه، يعني بتعمل الاشكال في البسكوت مثلا، او اي اكل لو انت عندك اطفال هتعمل لك مثلا زي شكل ميكي ماوس ده، بيض، اي حاجه، يعني ممكن بعد ما تعملي الحاجه بتحطيها كده وبتعمل الشكل، او بتقطعي مثلا العجين ومناي تعملي كده فبيطلع لك مثلا شكل بسكوت او كوكيز، اي حاجه. تمام. والحاجات دي برضه انا كنت شاريها واستعملتها، بصراحه هي حلوه قوي، بعمل عليها الكنافه او بعمل عليها شرايح عجين وبحشيها اي كريم او اي جبنه او اي حاجه، فبرضه هي حلوه قوي وعمليه، يعني انا استعملتها ودخلتها في الفرن كذا مره، حلوه جدا. تمام. دي حاجتين انا اشتريتهم فقلت اعمل عليهم ريفيو بسرعه كده. يا رب تكوني استفدتي من الفيديو، وتابعيني الفيديو الجاي، ويلا باي باي.